مرحبا بكم أصدقائي. أولا صلوا على الحبيب. اللقطة الأكثر جدلا في مباراة المغرب وفرنسا. توقف مشوار المنتخب المغربي في مونديال قطر عند الدور نصف النهائي إثر خسارته أمام نظيره الفرنسي بهدفين دون رد في مباراة أقيمت أمس الأربعاء، وشهدت لقطة مثيرة للجدل. ووجه المشجعون المغاربة على مواقع التواصل الاجتماعي انتقادات لادعة للحكم المكسيكي سيزار أرتورو راموس الذي أدار المباراة، واتهموه بالتغاضي عن منح ضربة جزاء واضحة لأسود الأطلس. كانت اللقطة المثيرة للجدل في الدقيقة 27 عندما سقط الظهير الأيسر الفرنسي تيو هيرنانديز داخل منطقة جزاء منتخب بلاده ليتدخل الحكم ويحتسب له خطأ مع إنذار الجناح المغربي سفيان بوفال، ولكن الإعادة التلفزيونية أظهرت أن اللاعب المغربي لم يذهب في اتجاه المدافع الفرنسي، بل العكس الذي حدث، حيث فقد هيرنانديز توازنه وتزحلق لتصطدم قدمه بقدم بوفال ويسقط اللاعبان على الأرض. واعتبر رواد مغاربة أن المنتخب المغربي كان يستحق الحصول على ركلة جزاء في تلك اللقطة، والتي كانت ستغير مجرى المباراة في حال ترجمتها لهدف. وما أثار استغراب الجماهير المغربية هو عدم تدخل حكم الفيديو المساعد أي حكم الفار لتنبيه حكم الساحة أو استدعائه لمشاهدة اللقطة مجددا، ومن ثم اتخاذ قرار جديد بشأنها إن كان الأمر يحتاج لذلك. سيخوض منتخب المغرب بعد غد السبت مباراة تحديد المركزين الثالث والرابع ضد كرواتيا، فيما تواجه فرنسا أقصد منتخب إفريقيا منتخب الأرجنتين الأحد لتحديد بطل مونديال قطر 2022. هل سيفوز بها منتخب الأرجنتين أقصد منتخب إفريقيا؟ الآن شاهدوا فيديو الرئيس الفرنسي وهو يستفز المغاربة والعرب قاطبة. والسلام. أنا بخير فعلا، أفضل الآن، بحال أفضل بكثير. سيد الرئيس، فرنسا في نهائي كأس العالم، نحن فخورون جدا بذلك، فخر كبير، وأظن بأننا ربما نحتاج إلى سعادة بسيطة عن طريق الرياضة وكرة القدم تحديدا. إذن أنا بحال أفضل بكثير من ساعة ونصف الوراء. نعم كنت متوتر لأن مباراة لا يمكن أن تفوز بها قبل أن تلعبها، والمغاربة لعبوا بشكل ممتاز، والمباراة ما كانت تكون نفسها لو عدلوا النتيجة. نحن تعذبنا في العديد من الفترات، لكن رأينا منتخب فرنسي كبير، وأنا أريد أن أقول شكرا لمدربنا ديدي ديشان ولهذا المنتخب بصفة عامة الذي هو مزيج من العديد من الأجيال. هذا هو الأمر الجميل. ديشان نعم، ثلاث نهائيات، واحدة كلاعب واثنان كمدرب، وهو يفوز دائما، لا تنسوا ذلك، لا يوجد اثنان دون ثالثة. ديدي ديشان موجود مع البركة ومهارته، وسنكون كلنا معه وسوف نعود بالكأس. بالتأكيد يجب أن يبقى. وبما أنك جيد في التوقعات، ما هو رأيك؟ كلا سأقول بأنني متشائم كثيرا، لا أريد فعل ذلك. أنا سعيد وفخور بهذا المنتخب الفرنسي ببساطة، لأننا رأينا جيل أكثر نضج قام بعمل كبير جدا، وجيرو كذلك قدم مباراة ممتازة مرة أخرى، وكان يمكن أن يسجل غريزمان، كان مليئا بالعطاء، لاعب ممتاز قدم مباريات كبيرة طوال هذه البطولة. كل هذا الجيل فعلا يمثل هذه المجموعة، وهناك جيل جديد سجل كذلك أهداف من الجيل الجديد. كولوماني دخل لدقيقتين فقط وتمكن من تسجيل الهدف الثاني، إذا نحن فخورون بالتأكيد. هيرنانديز الذي هو رائع واكتشاف حسنا، ربما ليس اكتشاف لأنه لديه مسيرة ممتازة، ولكن يقدم مستوى ممتاز. إذا لدينا جيل شاب وجيل صاعد، الخبرة والشباب، أنا فخور بهم، سيطروا على المجريات. حارس كبير كذلك، لا تنسوا إيغو لوريس الذي كان في الموعد، وكيليان مبابي قام بعمل كبير جدا كذلك، ونحن نعرف أنه بالنسبة لكأس العالم هذا دائما ما يراقب من قرب من صديق قريب له، لاعب معروف جدا، صديقه المفضل، وقام بالعمل رغم ذلك، والهدف الثاني كان من عمله. هذا يعني أنك ستعود يوم الأحد. أنا أولا أريد للفرنسيين والفرنسيات أن يتمتعوا بهذه السعادة البسيطة، وأن يتمتعوا. وأقول للمغاربة الذين يملكون منتخبا كبيرا جدا وقاموا بمسار استثنائي في الكأس العالمية هذا، وقدموا نصف نهائي محترم جدا، وكنا نحتاج إلى منتخب فرنسي بطل عالم سابق وعرف كيف يمسك بزمام المباراة، لكن نحن نحييهم ولا يجب أن يستحوا من هذه المباراة، وأنا أقدم لهم صداقتي. إذن بالنسبة لنا فلنتمتع بهذه اللحظة، ومنذ الليلة
سنبدأ بالتحضير للنهائي وسوف نفوز بها. هل ستأتي يوم الأحد؟ سأكون هنا يوم الأحد. كلمة عن كأس العالم في قطر، وأنت تحدثت عن بعض التغييرات. أنا كنت واضحا دائما فيما يخص كأس العالم في قطر. هناك قرارات تتخذ منذ سنوات عندما تقدم الكأس لبلد منظم. الرياضة يجب أن تجمعنا ولا تفارقنا، كأس العالم لكرة القدم أو للركبي وبالنسبة لبعض البلدان كي تتحدث، رغم أنها لا تتحدث على الصعيد السياسي ولكن ستتحدث في عالم الرياضة. أنا هنا في قطر وسوف أعود، وهناك مواعيد أكثر سياسية بالنسبة للعديد من الوضعيات والمواضيع. ويجب أن نعترف بأن قطر تنظم بشكل ممتاز هذه الكأس العالمية. الأمن ممتاز، التنظيم أكثر من رائع، وأنا سأقول فعلا دعونا لا ننسى أسعد. نحن في النهائي نحن سعيدون.